بشرف، خرج مرفوع الراس بعد الهزيمة من فلومينينسي البرازيلي طبعا 2-0. كولر عمل مخاطرة كبيرة بل مقامرة أو جامبلينج باختياره اللعبة بأسلوب الضغط العالي، وأنا قلت امبارح إن اختيار اللعب بأسلوب الضغط العالي بعد 3 أيام فقط من المجهود الكبير اللي اللعيبة بذلته بنفس التشكيل تقريبا، وقلت لحضراتكم هو مش هيغير أكتر من 1 أو 2 بدخول أكرم توفيق بدل من كوكا، ومغامرة كبيرة. وقلت لحضراتكم إن كولر لو عمل كده لو الأهلي جاب جون هو خلاص كسب المقامرة بتاعته، ويقدر بعد كده ان هو يرد ويلعب على الكاونتر اتاك، ويقدر ان هو يزود عدد الاهداف. وفعلا الاهلي ضغط واحرج فلومينينسي ولعب شوط اول كبير وجاله فرص، جاله الفرصه بتاع الكهرباء جول رسمي كهرباء حطها في ايد الجول، وحطها في اي حته تانيه جول. الجيم بقى مختلف تماما، وسيناريو المباراه بقى مختلف تماما، وهو هي دي المقامره اللي خدها كولر. تمام. في الشوط الثاني اول ربع ساعه في الشوط الثاني نسبه الاستحواذ 81% لفلومينينسا في اول ربع ساعه في الشوط الثاني مقابل 19% للنادي الاهلي. ده عنوان مهم جدا بيوريك ان المجهود البدني والمخزون البدني ابتدى ان هو ينزل، خلاص اللعيبه انتهكت بدنيا. مين اللي يكبر في السن في اللحظه دي؟ المدرب لازم يتدخل في ال 45 دقيقه، كان لازم كولر يضخ دماء جديده في وسط الملعب والأجنحة، كان لازم يعمل تغييرين على الأقل في الدقيقة 60، لأن أي واحد بيقيم المباراة عارف الماتش رايح فين لو ما التغييرات ما حصلتش. خلاص بيرسي مش اللي بجيب في الجول، مش قادر حسين الشحات، مش قادر خلاص، مش قادر إمام عاشور خلاص من أول الدقيقة 55-60 مع المجهود الكبير اللي اتعمل الماتش اللي فات قدام الاتحاد والمجهود الكبير اللي اتعمل في الشوط الأول، مش قادر. كان لازم تغييرين يحصلوا. كولر رغم شتي بيه في المباراة الأولى، أنا كنت متوقع أن هو هيكون هيدير مباراة اليوم بذكاء أكبر. إصراره على أنه يأخر تغييراته ويفضل مكمل بنفس اللعيبة والمخزون البدني ابتدى يقل، وبتلعب قدام لعيبة ما لعبوش ماتش من 3 أيام حتى لو هم عندهم معدل اعمار كبير شويه، ولكن تدخلات المدرب في التوقيت المناسب مهمه جدا. اختيار اسلوب اللعب اوكي، قلت لكم ان هو خد مغامره بان هو يضغط ضغط عالي من بدايه المباراه، لكن انت ما جبتش جون في الشوط الاول وخرجت 0-0. كان لازم البلان بتاعك في الشوط الثاني ان انت لو لقيت لعيبتك بتعمل كده ان انت تعمل تغييرين، تضخ دماء جديده، نزل طاهر، نزل ديانج، نزل لعيبه في نص الملعب فريش، تقدر ان هي تعلي لك الناحيه البدنيه شويه، وتقدر ان انت تجاري لعيبه فلومينينس اللي كان واضح جدا ان هم بدنيا ابتدوا يتفوقوا على الاهلي. ولكن كولر اختار انه يفضل مستني لغايه لما جت لحظه ضربه الجزاء في الدقيقه 71، اللي على فكره عايز اقول لكم يعني جزء من التهور بتاع بيرسي تاو في ضربة الجزاء ضد مارسيلو، في جزء إجهاد. المدربين والناس بتوع الكورة ولاعيبة الكورة عارفين إن القرار بتاع إن هو يخش التدخل العنيف ده مخه خلاص مش قادر إن هو يعني يديله الأوردرز والإشارات الصح اللي يقدر إن هو ياخد قرار إن هو يلتحم في الحتة دي ولا لأ. تعب. بيرسي تاو كان تعب. وهنا المخاطرة اللي خدها كولر، اوكي خدت مخاطره، ضغطت ضغط عالي، ما جبتش جون،
وما دخلش فيه الجون 3-0-0. كان لازم من بدري تاني باكد ان تغييرين يحصلوا. و يعني لو شفنا ضربه الجزاء واضح فيها بشكل كبير جدا الاجهاد الكبير على بيرستاو والاجهاد ده اثر على اتخاذه للقرار. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. ضربه الجزاء اللي جت على بيرستاو هي خبره مارسيل كولر. هو بيرستاو يعني ما هو مين اصغر؟ بيرستاو. مين اعلى؟ مين احرف؟ بيرستاو. لكن خبرة مارسيلو هي اللي جابت ضربة الجزاء، لأن هو القصة كلها هي خبرة. مارسيلو كلفت بيرستاو، حط الكرة ما بين رجليه وحط رجله قدامه عشان كده كده لازم يوقعه. دي حاجة. الحاجة التانية، مارسيل كولر داخل المباراة لو هو ضغط ضغط عالي كان مين اللي يستهلك بدنيا؟ الفريق اللي عمره كبيرة ولا الفريق اللي عمره صغيرة؟ هتقولي الفريق ده لعب مباراة جامدة جدا وده ما بتحجد ده من 3 أيام، يبقى أنا أضغط ضغط عالي مع الريسك أو مع الروتيشن. يبقى أنا دلوقتي اللعيبة بفوقها باستمرار، فأول 45 دقيقة لازم أغير، ممكن أغير تغييرين أو 3 تغييرات. ليه؟ لأن أنا عايز أكمل ضغط عالي. كان ممكن أنت تبعد عن الضغط العالي وتدي الاستحواذ لفلامينزي البرازيلي، كان لو هم خدوا الاستحواذ كنت أنت هتلعب على المرتدات وكنت انت هتستهلكهم بدنيا وتقدر ان انت تضغط الضغط العالي. يبقى انت قسمت المباراه بسم الله ما شاء الله، مارسيل كولر ولا عمل ده ولا عمل ده، وتاخيراته في التغيير علامه استفهام كبيره جدا 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 في المباراه، خصوصا ان انت عارف ان لعيبتك اجهدت. ميدو قال حاجه حلوه ان هي بيرستاو خلاص يعني استهلك، امام عاشور استهلك، حسين الشحات، كهربا، الناس دي يعني كان المفروض ان انت يعني بتاخد منه 100% او 120% من مجهوده بتلحقه بالتغييرات على طول. طبعا مارسيل كولر ما قدرش المباراه كما ان ينبغي، وهارد لك للنادي الاهلي، والنادي الاهلي ما ودعش كاس العالم، النادي الاهلي لسه هيلعب على البرونزيه امام الفريق الياباني او بيبي جوارديولا وعصابته. غدا هنعرف ان شاء الله. اسمع رايك في الكومنتات حبيبي يا خواجه.